تصل تقديم الخدمات، واحاول احاول حل الازمات. بس على بال بال بمقالب كل الحلقات، بس على بال بال بمقالب كل الحلقات. انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب، والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب. انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب. ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب، ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب. انا في خدمة الزملاء يا ناس والاهل والاقارب، والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب. انا نعم جمعة في خدمة الزملاء والاهل والاقارب. لكن اصبر يا جمعة، اصبر اصبر يا سلمان. انزل تحت تحت في الارشيف يا جموع، انزل تحت 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 في الأرشيف، في الأرشيف في الأرشيف. تنزل تحت 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 يا جموع، تنزل تنزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع. وجيت هني، هربت وجيت هني. يا سلام، وكيف عرفت اني انا موجود هني؟ ابوي قال لامي انك انت تشتغل صبح ومساء عشان يعاقبك. ابوك هذا انسان طيب، خاصة لما اكون قدامه. سمعيني يا انسة هدى، انت لازم ترجعين البيت. لا لا، مستحيل ارجع. لا 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 لا, 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 لا. هاي فضيحة، فضيحة كبيرة. رجال يجي لحد بيتنا وفي النهاية نسوي فيك ذاك. يا ربي، ما فضيحة عقب يا سلمان، ما فضيحة. ناس جايين متعنين، الرجال وولده متعنين وباغيننا وشارينا، يقوموا يطلعوا مذهولين ومستغربين من كلام بنتنا. ايش بيقولوا عنا واحنا ناس ان سمعتنا ومكانتنا في المجتمع؟ ايش معناته هذا؟ ايش معناته؟ ايش معناته هذه؟ انا ابغى افهمها، ابغى افهمها. تبغى تفهمها؟ معناته ان احنا ما ربينا بنتنا زين، معناته هاي اخر دلعت فيها. دلع يا أبا؟ هذا دلع عشنتي؟ وبعدين ما كفاها، قالت أطلع من البيت قدام الناس اللي يحترمونه وقالوا عند بيته. لكن تعال تعال، هي يوم بيكون يوم رفضت أحمد معناتها أنا باغية محمود ود أختي. أي محمود ود أختي؟ أنت بعد دقيقة، من محمود هذا؟ من محمود؟ إنزين، بيكون لها تقصد حامد ود أخوك؟ لا حامد ولا محمود، الله يهديك انتي قاصد خرفي. أصلا هذين الاثنين ما يسويوا نقطة حمر في بحر أبو أحمد، ما يسوي هذيش. إنزين عقب، والعمل؟ العمل أنا لازم أعتذر له، أروح أتصل به مرة ثانية. ثانية وثالثة، ما شاء الله هذيش، هذا كنز ولا يمكن يطير من يديني، ما شاء الله هذيش انتي. إنزين، يوم إنه كنز ولا يمكن يطير في يدينك، كان بنتك لازم ترجع الأول. بترجع؟ واعرف كيف اتفاهم معها. وبعدين ايش في احمد؟ يعني ايش في اذا كان متزوج وعنده بنات؟ رجال عنده فلوس ويبغى ولد واحد بس علشان يوطد وبس. يا
يا بيت، وانا عاد صرت صايتنك في الكلام. يعني من كذاك انت يوم بغيت تصير تتزوج عشان تجيب ولد ويورث مالي انا يا الطنبع؟ قلنا لك الزواج عمره ما كان حرام، لكن هذه بس غيرة المرأة اللي مسوية المشاكل هذه كلها. يا السلام، والرجال ليش ما يعمل حساب لأحاسيس ومشاعر المرأة؟ أبوي المرأة مستعدة تعيش مع الرجال على الحلوة والمرة وما حد يدري عنهم، لكن عاد الرجال يوم تستوي عند البيستين يصير يدور على غيرها ويور الحرمة الأولانية. إيش معنات هذا الكلام يا أستاذ؟ حلال ولا حرام؟ قلنا لك يا حرمة الزواج عمره ما كان حرام، عمره ما كان حرام. يا ناس نرفض المال والجاه والعز؟ يا ربي ما وقت هذا الكلام يا سلمان. لا وقته، هذه قضية وموجودة في كل بيت. بعدين قولي، من حق الرجال يتزوج على زوجته ولا لا؟ ومن حق الحرمة انها تطيع زوجها ولا تكون ضده؟ ومن حق احمد يتزوج ولا لا؟ من حقه يتزوج؟ عنده فلوس يبغى ولد؟ هيه، يعني انت من كذاك باغي تتزوج؟ الحين تذكرت سوالفك. وانا بعد من حقي اتزوج؟ سلمان الله يهديك، انا بس جالس امثل، هذا تمثيل، مو تشوفيته وانا عاد تزوجت. الله يهديك، اتمازح. سلمان ذا مثال ولا تبغاني اذكرك بسوالفك وعيوبك؟ لا لا لا، بس نسي الموضوع، نسي. الله يهديك انت، لا تقوم تذكرينا بالماضي بعد. كيف انسى يا سلمان وانا اتذكره وهواد يعورني؟ لكن تو المساله بنتك اخاف تسويها وتركب راسه وتطلعنا قدام الناس من غير وجه. بنتي هدى سوى كذاك؟ لا لا ما اعتقد. لا لا كيف لا 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 لا؟ وبنتك اللي قالت قدام احمد وابو احمد شيء بسيط مزاح يعني؟ لا هذه هدى وانا اعرفها، هي بس قالت قدامهم علشان تغيظهم، لكن ان شاء الله لما ترجع انا اعرف كيف اقنعها واخليها توافق غصب عن امها. سلمان عن امها وابوها بعد. وغشته وبنتك غاب تسوي بنفسها شيء، سير دور على بنتك يا ولد الحلال. بعدين يمكن بتحصلها بيت اختي. موسى يو بعد شوي اقولش، تعالي اقولش. انا في الحقيقه هدى قالت كلمه بس انا ما فهمتها. ابوي هدى ما قالته، بس هدى كانت تقصد هذه الكلمه. المعنى يعني؟ المعنى ان حد في بالها، حد داخل راسها وفي حياتها. حد مثل من يعني؟ فكر بهذا المخ التعبان. أنا؟ أيوة أنت يا جمعة، إحنا لازم نتزوج. نتزوج؟ طيب كيف ومتى وين يعني؟ يا جمعة، أنت إنسان شهم ونبيل وحساس، ولو ما أنت أنا كانت حياتي ضاعت مع واحد مثل سعيد. وبصراحة يا جمعة أنا لحد الحين محتفظة برسائلك. رسائل؟ أي رسائل هذه يا أنسة؟ رسائل سعيد اللي أنت كتبتها بداله. وبصراحة أنا فكرت فيك من خلال كلامك هذا، كنت دائما تكتب لسعيد، وأسلوبك صراحة هو اللي حسسني بذاتي، حسسني بحياتي اللي كانت ضايعة واللي كانت كلها فلوس وملل. حسيت ان انا انسانه في حد مهتم بي. بس يا هدى، اقصد يا انسه هدى، انت خلينا الحين في المشكله اللي انت فيها. ما يخالف يا جمعه، انا برجع البيت الحين بعدين خبرهم ان احنا اتفقنا على الزواج لاني احبك. لا 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 لا، يمكن لا يمكن. جمعه انا بقول لهم كذي عشان نكسب وقت وبعدين بنقول لهم الحقيقه. يعني ايش نمثل عليهم؟ خدمه ما انساها طول عمري. طبعا أنا نظرت على نفسي من أول الأمر وقلت أني خدام الزملاء، بس يا هدى أبوك ما سهل وأمك ما أقل، وكفينا اللي صار قبل. أزودكت عشان خاطري؟ علشان خاطرك يا هدى أرمي نفسي في البر، أقصد في البحر، يمكن أرحم البحر بعد شوية. كفاية أني عشت في حلم جميل، مع أني عارف أن هذا الحلم ما يتحقق إلا بمعجزة. إذا توافق وتيجي معاي البيت الحين. بصفتي ايش طيب؟ انا قلت لك يا جمعه. هي بس انت قلتي بعدين ما الحين. بس وجودك معايا يا جمعه يخليهم يصدقون ان انا صادقه كلامي، وعشان يغيرون فكره الزواج باحمد نهائيا. يعني روح لموزه وسلمان برجولي، ادخل النار برضاي. لا تخاف يا جمعه انا معاك. انت معاي الجبار
وش اقول لهم يعني؟ اقول لهم انا جمعه ولا اتزوج هدى يعني؟ ايه تقول لهم ان هدى تحبني وانا احبها، واحنا قلنا لكم كذا، واعتقد نحن ما صغار واحنا نحب نكون واضحين مع بعض عشان ما في حد يندم. ياه يعني بسيطه؟ طبعا بسيطه. لا يا هدى بلاه الغلط، لان الغلط يجر الغلط، اخاف السالفه تنقل بجد بعد. يا ريت يا ريت. المهم يلا حركي خلينا نمشي. يلا يلا وخلي بالك على الشارع لا تصيرنا مصيبه ولا شيء، ترى لا تواجد هالايام واحنا في اخر الشهر بعد، الا اذا كان تجيب ابوش امش متروسه ما يهم. يلا مدد يلا يبقى حركي حركي. جمعة هذا كحيان قلتلش، كحيان ومعدم وما له مستقبل. أوف. مستقبل؟ المستقبل بالفلوس وبس يا بوي؟ لا، إيش تسوى الفلوس قدام السعادة والحب والتفاهم؟ هي جمعة جمعة وحب وتفاهم كل خرابيط من جمعة. أنا كي يوم يسألوني صديقاتي أستحي إن هذا أقول إنه بيسوي زوج بنتي. سمعت بالله عليش ترفضي أحمد، ترفضي البنك وتفضي هذا الكحيان؟ اي نعم، عشان هذا الكحيان، هذا الكحيان اللي اذا كان واحد مكانه كان استغل الاتفاق اللي بينه وبينه، لكن جمعة ما سوى كذي، بالعكس رجعني البيت وكأنه يسلمني بين ايديكم. هذا من حبه وحرصه واحترامه لروابط الاسره في مجتمعنا. وانا بصراحه في لحظه غضب بسيطه جريت نفسي ورا هواي، وكنت احاول اسوي اي مجازفه عشان انتوا تغيرون رايكم من زواجي باحمد، لكن جمعه طلع ولد حلال واصيل. جمعه اخلا؟ اي نعم جمعه. جمعه هذا الكحيان؟ كحيان ما عنده فلوس، ما عنده زينه الدنيا، بس عنده حلاوه الضمير، وهذا هو مربط الفرس. واعذروني اذا قلت لكم ان انا ما برضى بغير جمعه، جمعه وبس. لازم اضيفك انت تو في بيتي، مرام السلي حاتم الطائع بسلي. انت انت ما في احلى اخبط منك بمغنم. هل كل حياة الانسان هذا؟ نعم. يا الله سواها الكحي سواها. ابوي هذا ما يجلس عليه الا يجيب نيه صافيه، وانت جاي ومعاك اللي معاك وسويت خطين وطحت راي. الله تتمازح ها؟ تتمازح؟ مزاحك ثقيل يا جماعه. اسمع. نعم. كم تريد علشان تنسى هدى؟ كم؟ انسى؟ ليش انا كنت متذكرنها عشان انساها؟ ايه جمعة لا تلف ولا تدور. خير؟ انا ممكن اقدم عليك دعوة في المحكمة واقول ان هذا الانسان استدرك بنت صغيرة اقل منه عمرا، وبعدين طماع بفلوس ابوها. فلوس ابوها؟ يا ريت كان على الاقل سويت شيء معاك. ايش قصدك جمعة؟ يعني قال استهددني يعني؟ شوف يا استاذ سلمان، هدى هذه أنا كلها كل تقدير ومعزة واحترام، ولو ما كنت كذا كان لعبت عليكم لعبة هي كانت أساس فكرتها، لكن رضيت على نفسي إني أكون واطي. وبعدين يا أخي الفلوس ما كل شيء، ما كل شيء. هذا أنت مثل ما تقول عندك فلوس، لكن تريد تبيعها علشان فلوس أبو أحمد وأحمد. جمعة إلزم حدودك، لا تتدخل في العائلات. اسمع يا عمي. لا تقول عمي. اسمع يا ما عمي، إذا تريدني أبتعد عن هدى طلق موزة. يا الله يا الله، مو نايم إني أطلقها، لكن ما بيجيني حيلة، ما قادر. شفت إنك ما قادر؟ ليش ما قادر؟ خبرني قولي ليش. أسفك أنت تعرف؟ الفلوس؟ لا الفلوس، وأنا عمري تاني ما فكرت في السوالف هذه. إذن في إيش تفكر يا جماعة؟ والله أفكر أقلي لك بيضة على السمنكي سنعة وأسوي لك كوب شاهي. جماعة. نعم عمي. لا تقول عمي. نعم عمي. اسمع. اسمعنا. ابتعد عن طريق هدى. ما ابتعد الا اذا انت طلقت موزة اول شيء، فاهم؟ يعني الحين حضرتش عاقبنش هذا الوضع اللي احنا فيه؟ يا امي انا ما صغيرة. يا سلم عليش، ويوم انش تعرف انش ما صغيرة ومتدفترة، ها؟ ليش تسوي فينا كذاك؟ ليش تحرقينا قدام احمد وابو احمد؟ ليش تخليهم يطلعوا مهنهنين ونضيع الفلوس؟ ليش؟ وبعدين اذا كان على جماع رفض هذا الوليد، ها؟ فجماع كحيان وما تحيلته شيء، وعارف انه طمعان في فلوسنا. نعم طمعان في ماليتنا، وما يسمع حتى الظفر من ظفورش. يا امي جمعه احسن من احمد وغيره، على الاقل يفكر بقلبه.
يا بنتي يا بنتي قتلش جمعة أنا عارفة ما بخيلته شي ذا بخيل حتى ما يقبل على النخيل وفرفير. الفقر ما عيب يا أمي، إذا كانت على فلوس هذه بسيطة. وكيف ما بسيطة؟ بعدين كيف أكون غني؟ هذه بسيطة يا جمعة. قالت لي مرة ثانية بسيطة وأنا أقولش كيف؟ يعني ثراء على الهوى، مثل أي سالفة لازم الناس تصدقها وبعدين تغير كل شيء. يا أنسة هدى، لا تخلينا نصدق الكذبة اللي احنا عايشين فيها. وبعدين الزواج والغنى أشياء ما سهلة، ما أرقام ممكن الواحد يصلح فيها بأي سهولة. بعدين ترى الصدف ما دائما تخدم الإنسان. جمعة، أنت ما سألتني أنا كيف جيت عندك؟ ها صحيح، أنت كيف طلعتي بعد اللي صار؟ أمي هي اللي قالت أمر عليك، وبعدين هي مستعدة أن هي تتناقش معاك في موضوعنا. معاي أنا؟ طبعاً، لأن بنتي هدى بيجيها يوم وبتندم لأنها ما اختارت حد إنسان غيرك أنت. إنزين، وأنت ما قادر توفر لها كل السعادة؟ وقلبي وقلبي ما يكفي، قلبك وعقلك وضميرك أنا بكلمهم. بعدين تعال القرار بيدينك أنت، وأنت انحي الموضوع لأنك أنت تقول إنسان وتحب تخدم الناس. زين، هو العمل يا مدام؟ قلت لي العمل انك تنساها بالمره. يظهر انك انت فعلا احلم. ظهر الاحلام هالايام كثرت علي ما دام انا مضطر اقول لك بالحقيقه. للاسف الحقيقه ما حد يعرفها غير انا وهدى، والله سبحانه وتعالى عز وجل هو وحده اللي يعرف اني كما اتمنى لهدى السعاده والهنا من كل قلبي. ايوه يا جماعه، قول ايش هي الحقيقه. انا اريد اقول لك يا مدام. جمعه، هدى هدى توتي ايش اللي منزل النجمه غرفتك؟ ما قلتش جلسي لين اخلص من جمعه؟ هدى، انا اعرف انا من وانتي من يا هدى، وما في داعي الواحد يضحك على الثاني، او بالاحرى ما في داعي اني اعيش في وهم طول حياتي. الله، هو ذا العقل يا جمعة. نعم انك شهم. يعني خلاص يا جمعة، الفلوس غيرتك؟ تتخلى عني عشان انت اغلى مني؟ انا بعد ما اريدك. الحمد لله رب العالمين، هاي هدى بعد ما تريدك. يعني ما في حد ورث الالاف مثلك؟ انا بعد ما اريدك، ما اريدك. انا الاف؟ ها؟ الاف؟ جمعة؟ سيلي هدى؟ هدى؟ صدقيني أنا آخر من يعلم بهالسالفة هذه. آلاف وكيف و... أي آلاف هذه يا هدى؟ أنت بعدك هني يا جمعة؟ يعني خلاص علشان فلوسكم صارت أكثر من فلوسنا تتخلى عني؟ لكن أنا اللي غلطانة. أنا؟ كم قلتي؟ الآلاف والفلوس اللي في البنك والأراضي. الله يسامحك، بس أنت طحت من عيني يا خسارة. إنساني ينساش؟ كيف ينساش يا بنتي؟ لا لا لا، هذا إذا نساش إحنا بنذكره. هذا جمعة ولدنا، هذا جمعة منا وفينا، هذا جمعة ود حلال وحرام إن الواحد ينساه ويخسره. ود حلال وحرام الواحد يخسره؟ هدى. نعم يا أستاذ جمعة، نعم. أنت جمعة اللي قلبك كبير وواسع ونظيف، واللي إنك تحب كل الناس. بس لا لا لا، عاد في شيء واحد أنت غلطان بصراحة، وأنا زعلانة عليك، وما يمكن أرضى بصراحة اللي ما ترضيني بنفسك. أنا زعلانة عليك إنك أنت يوم ورثت هذه الملايين ما خبرت عمتك. هي نعم. هو هدى اللي تعرف كل شيء. هدى، أنا ما مستعدة أتكلم معك. زين أحسن، عجب كل واحد روح في طريقه. لا لا يا ولدي، جلس جلس، طريقك هو في هذا البيت إن شاء الله. هدى بنية صغيرة، بعدين ما هي هذه هدى حبيبة القلب؟ ما هي هذه هدى اللي صرخت بأعلى صوتها وقالت أنا لن أقبل بأحد غير أحمد، قصدي غير جمعة. وكرامتي يا مدام، كرامتي. فعليك يا جماعة، احنا أهلك وكرامتك محفوظة عندنا في التجوري. كيف محفوظة وهدى قالت قبل شوية أنها ما تريد تكلمني وأنا الحين جالس ببيتكم؟ هذا بيتك قبل لا يكون بيتنا، وأنا أعتذر نيابة عن بنتي يا هدى. ها، أنا أعتذر. بس كم قالت؟ كم قالت؟ الآلاف، يمكن يكون 300,000 أو 500,000 أو 900,000 ريال. لا، صرمة. نعم
يا أقصد يعني يمكن 120,000 يعني 120,000. نعم. لا 20. 20. صح 20 صح 20. لا الأشكين هلا أنا بكتمهم باسم هدى. حلال عليه وعليك وعلي إن شاء الله. اجلس استريح يا ولدي، اجلس لا تتعب نفسك، اجلس اجلس. إيه بس يعني لا بس ولا شيء، إن شاء الله يوم بتجلس بتعرف كيف تتكلم، لا ينطلك عرق يا ولدي ولا شيء، خاف عليه، اجلس استريح. بس سلمان عاد خلك من سلمان وخرفان، وش تبغى للحين نكد عليه بسيرته؟ هي لكن سلمان يريدني بعد انساها المصيبة. سلمان وانا عارفه زين بالربطه، سلمان ما عليك يتمازح معاه قد مازح، بس صدقني ان هدى ما بتلاقي احسن عنك ما كذاك يا هدى. وانا بعد قلت كذي. هي نعم، وانا اقول انك انت طلعت يا جمعه ولد طيب وقلبك على عمتك اللي هي انا، وطلعت ولد عز. عمتي عمتي. عيون عمتك أمر. عيون مرة واحدة. المهم يا عمتي، علشان خاطرك أنا قررت أني أعطيك 8,000 ريال علشان تشتري لك سيارة من السيارات الجديدة هذه، هالأيام رخيصة ترى، عشان كذاك أنا مضرب عن الشراء كله علشان لسانك الحلو الجميل هذا. يا الله يا جمعة، انك تبى تتبخل علينا من تو، الله يهديك. أنا هاي 8,000 أوزعهم على الحارة على الصغيرين شوية. ولا يهمك يا عمتي، أنا بعطيك 15,000. وأنا إنسانة قنوعة تعرفني زين. بس يعني وياك وتخبر سلمان ترى حاسد. هذا سلمان ما يستاهل غير 20 ريال أصلاً. الله يخليك ويبقيك عنا يا زوج بنتي ويا يا ويا أبو أحفادي في المستقبل. آخ. لو تعرفين يا عمتي الحقيقة، كانت تقطعي لي شعر راسي شعرة 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 شعرة. أقول جمعة خير. توعد أنت ما خبرتني متى إن شاء الله ذي المالية بتكون دخيدينك متكدسة، أشوفك إنك لين تو بعدك حليان القيب، يعني ما في شيء ما مليان. لا يا عمتي، بس صبري كمين يوم والفلوس تتكدس ما يحتاج. فعليك بس. بس أنا أقول يعني هذا اليومين أنت يحتاج إنك يعني تصرف فلوس، يعني ها تساعد نفسك. يا عمتي أنا طول عمري على هذا الحال عايش والحمد لله، يلا مشيها كده نسوي. فعليك وعمتك موجودة. لحظة بس لحظة. أنت إيش المصايب سويتينا؟ تبغى تودينا في داهية أنت؟ إيش المصايب هاي؟ إحنا إيش المصايب؟ بس بس بس. تفضل يا جمعة. هذه 1,000 ريال ها، خذهم وصرفهم، وإن شاء الله باكر أنا أسير أسحب لك 5,000. لا لا أنت تستاهل 7,000، بكرة أسحب لك إياهم. لا لكن يا عمتي، لكن يعني لا لكن يعني ولا بس. هذه 1,000 لكن إن شاء الله تردهم دبل دبل. صح. صح. 1,000 ريال يا جمعة يا هناك. 500,000 قيمة البيت اللي بنشتري إن شاء الله في شاطئ القرم. إنزين، 100,000 الأرض اللي في الخوير، 150,000 بنعطيهم حال هدى. هدى تونتي أم جالسة لشني، لا تغوني في الحسابات، سيري هناك. إذا بقى 100 خلصة الفلوس جمعة عقب خلصة. الفلوس حلوة يا هدى حلوة، لكن أخاف ننكشف وروح في داهية. يا سلام يا سلام، أشوف حرمنا المصون اليوم تحسب وتجمع وتطرح، لا يكون نزل لي كنز من السماء وأنا ما عندي خبر، أو إنه أبو أحمد جدد العرض مرة ثانية. 500,000 سلمان. أنت جيت سلمان؟ أيوة أنا جيت. وهذا إيش اللي جابون هذا؟ لا يكون مصلحك عليش ولعب على عقلش. اسمع يا جموع، اسمعني زين، إذا جيت مرة ثانية هنا بقطع قطع قطع وارميك في المحرقة. أنت عن جمعة هيش لي دينك. جمعة خطي بنتي هدى. ها؟ إيش قلتي؟ 100,000 حول طقم ألماس. جمعة
جمعة الولد الطيب الشهوة العز، جمعة في كل الصفات الحلوة الزينة لزوج بنتي. نعم جمعة صاحب الفلوس والملايين، جمعة ورث يا سلمان ورث. كم ورث جمعة كم؟ بس 900,000 بس. جمعة 900,000 ولا 900 ريال؟ 900 بيسة. أنا يا موزة ما فهم شيء. 80 ريال. ما فهم شيء أقولش. فهمك سلمان. كيف حفظ الملايين يأكل ويشرب فلوس. نعم كان يزلهم على فلادش والكدسات ترس ترس وخابي. سير لبيت انت وكشف لها تجوري، ما تلاقي انت في عيشات الفلوس. نعم خل أعمل معاملة زينة شماكينة شماك المستقبل. جمعة جمعة حبيبي الأستاذ جمعة يا أحسن عريس بالعالم. عريس؟ أخاف هريس. لا 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 يا أستاذ جمعة. يا أحسن لدود، قصدي يا أحسن موظف أرشيف. وانت حبيبي بعد حبيبي، واحسن مدير عام فاشل، قصدي ناجح يعني ناجح. ونعمل اختيار يا يهودي يا بنتنا، نعمل اختيار. انزين ابوي، واحمد ولد ابو احمد. احمد ولد احمد؟ سمعت من هذا؟ احمد ولد احمد؟ احنا سمعوا، احنا ما نزوج بنتنا حال واحد متزوج وعنده 6 بنات. ما صح موزع؟ نعم صح صح، اصلا هذا ما يسوى ظفر من ظفور شنتي. نعم. ايش هذا اللي في يدك؟ هذول 1000 ريال سلفه من المدام لحد ما يجي وقت الحصاد، اقصد الميراث يعني. لا لا يا استاذ جمعة، لا لا يا حبيبي، بكره انت تجيني المكتب الصباح وانا اعطيك 2000 ريال لحد ما تمشي امورك يعني، ويعني لحد ما يجينا احنا الفرق. قصدك يجيني انا الفرج؟ هي كل واحد لحال واحد لحال، ما تلاقي موزع لحال واحد شيء. هي نعم هي نعم، جمعة ولدنا وحبيبنا، هذا بيتك ومكانك. لكن عادي يا جمعة يا صديقي اللدود، ابغى اعرف قصة الورث المفاجئ هذا كيف يعني. ما 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 هو هو يعني 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 ما هو يعني يعني هو 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 يعني. لا يا ابوي، جمعة استعلم اخيرا بهالسالفة من عمه صالح. اي ان عندهم مزرعة، عاد تعرف اذا باعها كم تجيب. نعم يا بنتي كلامي صحيح، وخاصة هالاراضي هالايام غالية، خاصة عاد اذا كانت المزرعة على الشارع العام. غالية وايد. وهذه قسيمة الورث. لا هذه القسيمة، هذه لازم القسيمة تكون سرية. هي نعم، لحد يعني ما يثبت الاستدعاء، أقصد لحد ما يحين وقت، عشان نوضح فيها الآلاف، فيها توضيح عن الآلاف واجد يعني. وبعدين أنا أبغى أسويها مفاجأة لكم. حياك حياك يا أستاذ جمعة، حياك يا 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 نسيب العزيز. أشوف السالفة كبرت تراها. جمعة الكحيان عنده كل هذه الفلوس؟ جمعة وارث مزارع وبيوت وفلوس وبعد صبر وانتظار. سبحان الله، صاحبه يقوله بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يعني معقولة كنت أغلط هذه الغلطة؟ مو أي غلطة هذه، أنا لو كنت شوية فاهمة وذكية كنت رفضت التعيس اللي عندي. ومن قصدش هذا سير؟ في حد غيره، أنا اللي عايشة في بلواه. والله جمعة محظوظ، متزوج بنت المدير العام صاحب الشركة. اي ما صدق انه محصل له واحد عنده فلوس حتى يزوجه بنته، وينقض عليه كما ينقض الذئب على فريسته. لكن جمعة، تفضل يا استاذ جمعة. لا حشا والله، تفضل. لا لا والله تفضل. لا والله حاضر. لا تفضل. انت الحين في العين وفوق راسي. تفضل. لا 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 تفضل انت ايها المدير العام. تفضل. اعتبر نفسك يا جمعة مدير عام بالوكالة. تفضل يا سيادة المدير العام، هذا المكتب مكتبك، تفضل هنا. أجلس على هذا المكتب؟ اعتبر هذا المكتب مكتبك. تفضل. وانت بتدور على المكاتب ولا بتجلس في المبرات يعني؟ لا لا يا أستاذ جمعة، احنا من اليوم كنا خدامين الزملاء. لا هذه حالي هذه.
حالك حالك ماشي مشكلة يعني حالك الحال واحد يعني الحال واحد توا الناس مرك بعيد بعده ما حد يعرف يمكن صابت ولا يمكن خابت ايش قصدك يا استاذ جمعة؟ ها؟ لا 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 ماشي 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 صباح الخير يا استاذ جمعة صباح الخير نحن سعدنا بالخبر السعيد اللي سمعناه وجينا نهني ونبارك حتى انت يا مدام نجوى مبروك يا استاذ جمعة واضح واضح حرصكم على التهنية واضح نعم نحن كلنا سباقين بالتهاني يا استاذ شفت كيف يا جماعة شفت ان الكل سعيد وفرحان بيك واضح خاصة حسان هذا الانسان دائما طيب وطالع عليك وطيب معاي لا ويخلص عني الشغل بعد كلنا خدامين الزملاء لا هذه ما لك على فكرة انتوا بكره معزومين عندي في البيت علشان تحضروا فرح جمعة بنت بنتي هدى ها متى يا عمي متى يعني حم لما تستلم اقصد لما يحين الوقت هذا معناه ان العرس بيتم قريب شيء من المستشفيات ولا في مقابر البلدية ليش يا جمعة انا دايخ يا هدى دايخ حاسس ان الدنيا تدور فيني حاسس اني بموت بعيد الشر عليك يا رب انا ما اعرف ليش الدنيا تغيرت كذا ومن متى من يوم ما صرت غني يعني غني ما غني الا ربك يا هدى كذبه كبيره كذبه كبيره يمكن تنقلب ضدنا بس ليش الناس تغيرت كذا ليش جمعه جموتي جمقومه جمقم جمقم جميكم أشوف اليوم فوادك بارت سلمان إيش عندك هناك تنادي جمعة والدلعة مع العلم إن جمعة ما موجود في البيت أفا ما موجود وهي راح يا موجة تعرف شوية هم راحوا يتمشوا سوق هو وهدى شباب ترى شباب خليهم يتمشوا دنيا دنيا نعم يلا ما علي ما علي ما علي تصدق يا سلمان لأن هذا جمعة دخل قلبي أكثر يوم إنه ورث الملايين تصدقي وما لش حلف علي؟ نعم لو هذا الإنسان موجود الحين كان زمام لأني أنا محضر له مفاجأة عظيمة أنا أنت محضر مفاجأة؟ أنا بيني وبينش يا موزة نعم رحت وحجزت هالجمعة سيارة آخر موديل نعم هي أحسن من السيارة هذه الكحيانة اللي قاعد يسوقها أسميك عادي يا سلمان أما أنك سويت شغل عدل طبعا يا موزة طبعا واحد مثل جمعة يسوق سيارك أحيانا من سنة سكتو لا هذا إنسان غني لازم يسوق سيارة تليق بمقامه نعم نعم صدقك يا سلمان لكن لا 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 أنا جيت أشهد عنك ومفاجأتي أحلى مفاجأتي شنتي أحلى من مفاجأتي أنا طبعا أنا يا ود الحلال اشتريت له فيلا هني لها كبيرة في منطقة الصاروك يا نظفني إيه مبسوطة ما شاء الله لكن تعرفي يا سعاد أنا راح أتزوج هدى علشان أحصل ولد يا أم البنات تتزوج؟ تتزوج علي؟ إيه نعم أتزوج وش فيها؟ يعني ماشي في الدنيا غير بنت سلمان؟ بس يا أبويا أنا أريد هدى لا خلاص كفاية فضايح وكفاية اللي جاء منهم أنا سالم بن سعيد الناس بناس مثل هذول؟ يا أبويا إيش فيها بس إيش فيها؟ أنت شاور على أي وحدة وأنا حاضر ها هذول إيه جابهم بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا إيش اللي جابكم؟ ما كفاية اللي سويتوه؟ تريدوا أبلغ عليكم الشرطة الحين؟ اهدى يا أبو أحمد اهدى يا أخي انت رجال كبير اهدى يرضيك اللي سواه ولدك؟ ها إن شاء الله يعني مو سوي ها مو سوي كل البشر خطائين وولدي حصل قزاة المهم الحين أنا أبغى أعرف انتوا إيش تريدوا من هذا الإزعاج اللي مسينا إياه؟ ها أحمد عيب هذولا مهما كان ضيوف عندنا وكرام الضيف واجب يا سعاد قدم الفانة استريحوا يا جماعة استريحوا مشكور ما قصرت خير يا حاج أبو أحمد أنا جايب اليوم ولدي سعيد يريد يتقدم لبنتكم بنتي أنا؟ وهذا شرف عظيم لي شرف عظيم نعم أنت شفت بنتي قبل كثير؟ ولا لمحتها بس نسبكم شيء يشرفني وانتو ناس طيبين وانا يهمني رضاك كثير يا عمي ونحن داخلين عليكم بدون غش ولا خداع
وانا رجال على قدي. هي انا رجال على قدي. وولد سعيد ما شاء الله عنده شهادة العالية. وانت وين تشتغل؟ انا كنت اشتغل في شركة سلمان لكن قال لي. ولا يهمك، انا بسوي لك شركة احسن من شركة سلمان، وبتكون انت مديرها وصاحبها. افهم من كلامك انك موافق يا عمي؟ بس انت متأكد انك انت ما شفتها؟ لا، هذا شغل افلام ومسلسلات، انا ما نعرف كيف تفكرين بهالطريقة هذه. انا مستغرب، بحيث انت عارف امك وابوك كل واحد ما يطيق الثاني، وإذا جات وقت الشدة أنا ما بفرت من يده ما بدل. يعني نهايتها الجمعة تتخلى عني؟ يا هدى، الله يعلم اللي في قلبي، بس ما عندي شيء، ما عندي شيء أقدم لك. أهم شيء عندي يا جمعة في الدنيا كلها قلبك وبس. ما حد يعترف بسوالف هذه، أولهم أمك وأبوك بعد. إذا لازم تسمع كلامي وتستمر للآخر ونصمد عشان نثبت لهم الحق حق والفلوس ما كل شيء. ما أقدر، ما أقدر يا هدى، ما أقدر. بعدين أنا إنسان عادي وما حيلت الشيء، أنا ما صاحب الآلاف اللي يتمنوها أهلك. إيش هذا الكلام اللي أسمع منك يا جمعة؟ الحقيقة المسألة وما فيها يعني. جمعة أنت تسكت إلى متى بس؟ 900,000 إيش حبيبي؟ بيسة ولا ريال؟ حدوكم هذا إنسان ما أعرفه يفهم وإنه يستعبط. نعم فلوس بقى، فلوس ريالات. ما كذا جمعة؟ ما هو يعني لكن انا عاد اللي محيرني هذه الفلوس ليش ما جات الا الحين؟ هل هذيك السنين كلها؟ واللي محيرني اكثر ان ليش جمعة بالذات هو اللي يورث. المساله يا استاذ وما فيها اني انا اهلي ما عندهم غيري، انا وابوي، انا بس ولد الوحيد بس. لكن بعدني يعني هذه السالفة ما مطمنتني زين. لا يا الوالد، يعني جمعة وحيد أهله، وبعدين أبوه كان دائما يدلعه، فقال إن جمعة ما بيورث إلا إذا فكر في الزواج، معناته إذا تزوج بيورث، وإذا ما تزوج ما في فلوس. يتزوج ما لما يتزوج. هذا الكلام صحيح جمعة؟ سأل هدى. جمعة هو يعني في الحقيقة إذا شيء زواج شيء فلوس، ما شيء زواج ما شيء فلوس. عجب السالفة صحيحة به. بس أنا شيء واحد محيرني وما محصل له جواب بعدني. وابوي مو هذا جمعة؟ يعني أنا كيف ورثت هالفلوس هذه كلها؟ لا لا لا، أنت إنسان طيب وظريف ولطيف وخفيف. وانت بعد خفيف. احسنت جمعة. لكن هذا الغشاش مو قاعد يسوي هنا. انت ما تخجل، جاء لحد هني. اعصابكم لا تفكروني قاعد ادور معاكم شغل ولا اني قاعد اطالب في حقوقي. لا حبيبي لا، هذا كان زمان. اذا جمعة ورث 900,000 فانا بورث 9,000. ليش نزل عليك الورث فجأة من جدك الأكبر المنساي ولا؟ لا حبيبي لا، هذه السوالف خليناها لك. أنا بجلس على الكنز اللي الأستاذ سلمان وعائلته حلموا فيه. نعم تو هذا مو جاي إنه هذا إيش يقول؟ هذا يقول لغز وعمو. وأنت لك عين تتكلم مع اللي شغلك وقدرك وما تقدره؟ لا، الظاهر إن السالفة عودة. أنا بتزوج بنت الفضعوني، سالم بن سعيد الفضعوني، العز والكنز والمال. مبروك، واخيرا حققت رجائك. يعني انا قاعد اعزمكم علشان الرفاقه اللي كانت بيننا، وعشان تعرفوا اني اصيل، والعرس يوم الخميس، وهذه بطاقات لكم كلكم. ايه با، احنا لا فاضيلك انت ولا لسالم ولا لفلوسه. أنا سويت اللي علي، ولا إيش رأيك يا آل سهودة؟ أنا رأيي إنك تعطينا عرض كتافك. نعم، وتنقلع مهنة حالا وتروح تشوف شغلك. أسكت لا، صدعتني تراك، صدعتني سلمانو. طلع واقلب وجهك. إيه با، إذا كان عندك الفضعوني فإحنا عندنا جمعة خادم الزملاء. نعم، وإذا كان تتزوج يوم الخميس فإن شاء الله جمعة هيتزوج يوم الخميس، ونشوف عاد نشوف عرس من أحسن، ها؟ من اللي سكنهم في أحسن فندق
ومن اللي يجيب الفرق الموسيقية والمطربين الزينين؟ ومن اللي يجيب السيارة الضخمة؟ ومن اللي بيعزم الناس يا 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 يا, يا غشاش يا مخادع؟ أعصابك أعصابك يا أسد أعصابك، ما في داعي، الحال واحد وبعدين الحسد ما زين يعني. والله شو ردك كيف يقول هذا؟ أنا عارف أن الحسد ما زين يعني يا ولدي، لكن هذا ما لك يرتعي يقوم معك. نعم أقول أنا يوم دخلت عندك المكتب سمعتك تقول كذا كأنك وين تعبان وكأنك فقير وما حيتك شيء، مو هالكلام؟ هو في الواقع يا أستاذ أنا بغيت أقول لك الحقيقة يعني. الحقيقة يا أبوي إن الجمعة لنا بعد ما ورد، عشان كذا يقولنا بعد فقير. لا 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 لا، يعني هذه مفاجأة لي أنا. أنا عمك وأنت ولد أخوي وما أعرف عن أخويا إنه مخسر كل هالمخاسير، وأنا ما أعرف شيء عن أملاكه، يعني آخر من يعلم عن أملاكه. ومن قال لك هذا الكلام يا عمي؟ سلمان مديرك العام اللي أنت يوم من الأيام وارث كرسي. لا وزيدك من الشعر بيت، عازمني على عرسك، وفي هذه طلع عمك آخر من يعلم نوبة. أنت فاهم غلط يا عمي. فاهم غلط صحيح، خير أن تعمل شر أن تلقى. هذا عمك عمره ما بيتغير، يا ما زمان قلت له بيجيك يوم بيفطر عليك. لا 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 يا عمتي لا، اصلا الجمعة انسان خلوق، ولو انه يعني هذه الايام صارت عنده فلوس يعني. كذب يا جماعة، هذا كذب، هذا كلام فارغ، انتوا عارفيني زين انا كحيان وما عندي شيء. كحيان وما عندك شيء، لعلمك الخاص احنا ما نحتاجك ولا نحتاج لفلوسك. نعم كان عندك عاد شوية ريال، هلا هلا في عمك انت تقدر وحن نستاهل، واني عمك. قلنا لك قلنا لك من زمان. جمعة لا تنسى تكون موجود، امي وعمي بيكونوا موجودين علشان نحدد موعد الزواج. عفا عليك يا حمد، غالي والطلب رخيص. ما تقصر ما تقصر يا جمعة ما تقصر، وعقبالك عاد الفلوس والعروس. يا جماعة ردين لهالسالفة مرة ثانية، قلنا لكم أنا ما عندي شيء، أنتوا ليش ما راضين تصدقوني؟ لا يكون أنت فاكر إن إحنا طمعانين في فلوسك، لا، إذا أنت عطيتنا كمين ألف فإحنا ما نردك، لأن إحنا أهل، نعم، وبيننا عيش وملح. وبعدين أنت ريال ذكي ودخوية ونشمي، أحسن من بعض الناس اللي يشتغلوا في الديزل. يا ربي يا ربي، انا ايش سويت حال هذا الرجال؟ المهم اهلي جايين جايين، اهلي جايين، وانا بكون هنا يا حمد. ما تقصر، اصيل اصيل يا جماعه. بس جماعه هل هالله هل هالله في اخوك حمد، ترى هذه الايام المهر شاب نار. حمد لا تخلينا اغير رايي فيك. حمد الله الله، حياك الله انت وهلك، حن لهم العين وسعم القلب، وانت ريال النشمي احسن من بعض الناس. انا استاذن واتمنى من الله يهديكم، بس مع السلامه. السلامه. يا الله ما صدق انه يهرب من الحقيقه. ما قلنا لك هذا هو السعاد والهنا، شفته؟ انا ابو احمد، بناته انكشفوا على الغربه قبل زواجهم، هذا لا يمكن يصير. فشكاتك ولي. لا يا ابو حاكم، ما لك كيف ندبر لك دقيقه؟ ما لك كيف؟ تفضل استريح، ما يقصد هو. ما لك بس لا انت فورت لي دمي، ما يكفي اني وافقت اني انا ناسبك وجايين في هذا الطلب؟ انا اسف انا اسف يا عمي العود، ما كان قصدي صراحه، ما كان قصدي. هذه اهانه وانا ما اسمح انها تتكرر مره ثانيه، فاهم؟ يعني لازم تزعل ابوي وتعصبه؟ لازم؟ اهم ما عندك صبر ليوم الخميس؟ بصبر بصبر، وأمري لله بصبر. البسمة فينا أحلى من كل دروس الدنيا، بالفرحة الدنيا تحلى، بالضحكة قلبك يحيا. البسمة والله البسمة من كل دروس الدنيا.
الشر.